FM. الكلمة ليك. اليوم اخترنا انه نحكيه على قرار زيادة في فاتورة الضوء والغاز والدولة عديد الأخبار بخصوص الزيادة هذه. نتسألوا اليوم على اشتمل الإعلان على زيادة هذه في البريود هذه، وإحنا نعيشوا أسابيع وأيامات مطر وبرد، وهذه أصعب مرحلة يعيشوها برشا عباد اللي تستحق الضوء سواء في ديارهم أو في أماكن العمل متاعهم. هل فما فئة معينة معنية بالزيادة هذه وإلا لا؟ كيفاش الزيادة هذه تنجم تأثر على القدرة الشرائية وللمواطن؟ هذا كله أكثر نحكيوا فيه معكم أنتم. نستناو رأيكم في الزيادة هذه من خلال تجاربكم ورأيكم في موضوع اليوم، الزيادة في تعريفة الضوء والغاز كيفاش تشوفوها من ناحية القدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطن. دونك الفضاء مفتوح لكم انتوما باش تتواصلوا معنا على نمرنا 31 36 37 50، وإلا باللي كومنتير متاعكم على الباج فيسبوك متاعنا راديو كابا فيم. نحب نرحب بضيوفي سيد أحمد المليتي المدير الجهوي للشركة التونسية للكهرباء والغاز فرعناب. مرحبا بك سيد أحمد. أهلا وسهلا. سي حلمي بن سليمان دونك رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بنابل. مرحبا بك سي حلمي. مرحبا بك سي أسامة، ومرحبا بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة كابا فام. مرحبا بك. دونك قبل ما نبداو الحديث مع ضيوفا نمشيو نسمعوا بعض آراء العباد بخصوص قرار الزيادة الأخرانية وراجعين. هذا تحفيز باش المواطن ينقص من الاستهلاك ويستعمل المصابيح الاقتصاديه او ما يخليش الاجهزه الكهربائيه او مارش. بطبيعه الحال ما تساعدنيش، هو في كل الحالات هو مدعم الكهرباء، لكن يلزم المواطنين زاد ينقصوا من الاستهلاك، يخلوا في الاضواء وتشعل والاجهزه كلها اون في يخلها. واكثر الحال نلقوه هذا في الاداره اكثر من المواطن. الاداره قاعده تخلي في الاضواء 24 ساعه تشعل، يعني يلزم ننبه على الاداره انها تكون معناتها مصدر للطاقه زاد. زيادة هذه الغاز ويقول كريستي ياسر حق ولا ياسر مواطن جاي في شقة مي وضو الدنيا واحد شنو الحل يا أخوي؟ شوفوا وزارة الطاقة هذه تعمل خفاض الستيك والغاز هذا دبيل، هم يعرفوا أدرى مني بالموقف الظروف تاع البلاد وغالية برشا استهلاك ياسر وغالي. معناتها المواطن العادي معاش لاحق غالي عليه 20 كيلو ولا 50 للزوالي، ثم واحد هو زوالي ياسر في 20 كيلو كيلوات امبوسيبل. معناتها يحبوا الناس يجهلوها، الولاد عندهم الاورديناتير عندهم الواحد عندهم سخان مي، ما يلزمش واحد يدوش، ما يلزمش واحد يتفرج على التلفزه 50 كيلو، ثم واحد يصرف 50 كيلو بس مش معقوله. معناتها غاليه، الانسان معاش قاد واصل من الكورون للماء للتليفون. بصراحه الحل يا اخويا الطريفه على الاقل بالنسبه للمواطن العادي قاعد يصرف في 200 كيلو واش 200 كيلو بون فوق ال 200 كيلو باهي، اما تقول لي 50 كيلو للزوالي ماش واحد زوالي باش يصرف 50 كيلو، خاطر لازم يسخن المي، لازم يتفرج على التلفزه صغاره، لازم يتيد يقروا في الليل، معناتها لازم الضوء شاعل. معناتها مش معقوله بالضبط الحل، لما الدوله لازم تخمم في الحلول الاخرى بالنسبه للانسان عادي زوالي. الناس كنتوا تسمعوا في بعض اراء العباد بخصوص ورقه الضوء والزيادات الاخرانيه. دونك انتم زيادات نجموا توصلوا رايكم على 31 36 37 50، ولا تكتبوا لي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فام. قبل ما نبداو الاسئله ونبداو الحصه نتاعنا، نحب تعقيب من عندك انت سيد احمد وسي حلمي على كلام العباد اللي تلخص في الحب نلخص لكم الكلام. وعي المواطن، الادارات اللي قاعده تستهلك، المشاكل نتاع الكيلوات والتعريفه هذه وكيفاش انه العباد باش تستهلكها، ورقه الضوء غاليه والحلول من طرف الدوله. تفضل سيدي. شكرا سي اسامه. في الحقيقه هي التدخلات نتاع الساده المواطنين هي تدخلات مشروعه، تبقى ثم بعض الاجابات وردت حتى في الملاحظات نتاعهم، وكونوا معناها لابد من ترشيد استهلاك الطاقه، لابد من الوعي انه الضوء اللي باش نستهلكوه لابد كونه معناها باش يقع تسديده. تبقى فما احد المدخلين قال معاش ثم زوالي، احنا ماذا بينا التوانسه الكل يكونوا لابس عليهم، ماذا بينا معناش حتى انسان معناها يكون في وضعيه اجتماعيه معناها تبعث على الحيره، ماذا بين التوانسه الكل يكونوا لاباس عليهم. تبقى احنا دائما نقولوا الفئات الاجتماعيه ذات الدخل المحدود هي الدوله تفكر فيهم، وحتى في التعديل الاخير هذايا نتاع الورد في قانون الماليه، التعديل هذايا راهو فكروا فيه، هو كونه الطبقات الاجتماعيه اللي ما تستهلكش اقل من ما تستهلكش اكثر من 400 كيلو في الفاتوره. معناها اذا كان الاستهلاك نتاعو ما يفوتش 400 كيلو معناها في الشهر 50 كيلو، هذا يورد معناها مش صحيح كونه معناها في الفاتوره يصير في 50 كيلو، وانما هو دائما ديما قاعده الاحتساب هو الشهر
قولوا شهر 50 ولا 100 كيلو هذوما مش باش تشملهم معناها الزياده معناها وقاع الحفاظ على نفس التعريفه السابقه. به هذا كل تنحكيو عليه شويه خلينا ناخذ راي سي حلمي لهنا. سيد احمد يقول اللي الدوله خمت في الـ في الـ في الزوالي رايك. انا شكرا سي اسامه. انا قبل كل شيء نحب نوجه تحيه لاذاعه كاب اف ام اللي كانت من الاذاعات الاوائل والقلائل اللي اهتمت بالمكتب الجهوي لمنظمه الدفاع عن المستهلك منذ السنوات الاولى لتاسيسها، وكانت ديما تعطي الكلمه للمستهلك وخاصه في ربوع الوطن القبلي في ربوع ولايه نابل. وشكرا جزيلا. وهذا واجبنا باش توصل المعلومه للمواطن، وهذا هي المسؤوليه الاعلاميه. يعطيكم الصحه في الاهتمام بالشان الاستهلاكي. فيما يتعلق بما اللي سمعته توا في التدخل اللي سمعته على طريق الساده المواطنين، عجبتني برشا كلمه المواطن اللي قال انه 50 كيلوات هي شويه برشا، هو حد ضعيف جدا معناها لاحتساب معدل الاستهلاك، لانه تاع شارج تاع تليفون في الشهر هذا معناها 50 وات كما قال السيد المداخل شويه بالكل. يعني احنا اذا باش نحسبوا العائله التونسيه اللي تستهلك 50 كيلوات وما نلقاوش حتى ثلاثه ولا اربعه اذا كان مش موجودين جمله، يعني تقريبا يستحيل كما قال المداخل يستحيل تقريبا انك تلقى عائله تونسيه باش تستهلك هال 50 وات كيلوات هذوما. بمعنى انه دعوه ملحه الى مراجعه هذا الحد اللي بطبيعه هو حد ما يتمسش معناها من حيث السعر. فالحد هذايا دعوة ملحة أنه يرتفع، لأنه 50 كيلوات بالنسبة للعائلة التونسية ما يعني حتى شيء، هو معناها حد ضعيف جدا، معناها ضروري ضروري أنه نراجعوه بالترفيع فيه بطبيعة الحال حتى نجموا نشملوا أكثر ما يمكن أكثر عدد ممكن من العائلة التونسية الضعيفة الدخل اللي تنجم معناها ما يمسهاش الزيادة هذه. تفضل سيدي. شكرا. تعقيبا على كلام سي بن سليمان، احنا حسب احنا عندنا 3,800,000 حريف. الشريحه الاجتماعيه اللي قلنا الاستهلاك نتاعهم ما بين 50 و100 كيلو في الشهر هو 1,100,000 حريف، يمثلوا 31% من الحرفاء نتاعنا. صحيح الطلب نتاعو والملاحظه نتاعو هي مشروعه، وكانوا ربما معناتها باش الشركه تفكر مع سلطة الاشراف كونوا يرفعوا في هالبالي هذايا. تبقى معناتها نحب للمعلومه هو كونوا هالفئه هذه اللي تسهلك ما بين 50 و100 كيلو في الشهر راهي 1,100,000 حريف، اي ما يعادل 31% من الحرفاء نتاعنا اللي مش باش تشملهم الزياده. إيه كيفاش تم تحديد البيانات هذه الارقام هذه؟ هو بالرجوع الى الكشوفات الاستهلاك اللي عندنا الى حدود سنه 2000 معناتها الى موفى سنه 2000 معناتها عندما اقرار زياده معناها في شهر نوفمبر ديسمبر 2016. ديما نرجعوا للكشوفات ونشوفوا الاستهلاك هذا كيفاش معناتها التحديد نتاعو وكيفاش الريبارتيسيون نتاعو. معناتها باش نبسطوا للعباد معناتها اللي يسمعوا فينا، معناتها شفتوا انتوما الفاتورات نتاع الضوء نتاع كل عائله نتاع كل مشروع قداش يتكلف قداش يستهلك من الضوء، وقت عملتوا البيانات نتاعكم وخلطتوا للعداد هذا والارقام هذه. احنا الحرفاء نتاعنا هم رسمين عنا معناها بالقوه نتاع العدادات نتاعهم. العداد اللي ما يفوتش القوه نتاعو 10 امبير معناها 5 ولا 10 امبير نعرفوا الاستهلاك نتاعو بالكشوفات نجموا نرجعوا لهم. قلنا هذوما يمثلوا 1,100,000 حريف اللي العدادات نتاعهم القوه نتاعها ما تفوتش 10 امبير معناها 10 امبير، اللي هما خاصه موجودين في الارياف وفي المناطق النائيه وحتى في المناطق الاهله بالسكان، لكن معناتها من فئه اجتماعيه معينه. هذوما معناتها مش معنيين هذوما ماهوش مش تشملهم الزياده جمله. معناها بحاس معناتها في التعديل هذايا التعريفه بقت هي بيدها 75 ملي. اذا كانوا معناتها حسب التعريفه هذه والكيلوات معناتها واحد باش يفهم وكانه ما عنده حتى شيء في الدار، معناتها كانه ما يستهلك في حتى شيء. لا ما نقولوش كانوا ما يستهلك حتى شيء، احنا توا ما نعرفش يمكن عنده تلفزه وفريجيدير ما تخدمش معناتها كان باش يستهلك هذايا في شهر. لا احنا قلنا عنا في الكتيب هذايا اللي جبنا منه ماذا بينا تو نعلنوا عليه، هو دليل اسمه نورني حدثني عن الكهرباء، فيه حتى عندنا معناتها تابلو فيه كل آلة قداش تستهلك في الشهر، الثلاجة قد تستهلك بالنسبة للتنوير قداش، بالنسبة للحاسوب قداش، بالنسبة لكل آلة كهرومنزلية في الدار قداش تستهلك لمدة معناتها إذا كانت تستهلك 5 سوايع في النهار قداش
معناها نشغلوها خمسة سوايع قداش تستهلك، إذا كان ساعتين قداش تستهلك إلى غير ذلك. به سي حلمي كنت تسمع في سيد أحمد لهنا، وكأنه زاد التونسي زاد ما زال ماهوش فاهم الفاتورة متاع الضوء بطبيعتها، ماهوش فاهمها الأرقام وكيفاش تتخدم وكيفاش تجيه الأسوام هذيك معناتها، والسعر متاع الضوء اللي استهلكوا هذا الكل. ونزيدوا اليوم حتى ستاك إنها ميزت ما بين عباد تستهلك وعباد ما تستهلكش. هو من حيث المبدأ أنه يكون فما بالي فيه 50 كيلوات ما يتمسش بالزيادات، هو مبدأ محمود ومرغوب فيه وإحنا نشجعوه. تبقى أنا ديما نعاود كلامي، شنو اللي مش مرغوب، اللي مش معناها مواتي في العملية هذه، كونوا 50 كيلوات ديما نقولوا إحنا شوية كمستهلكين ماذا بينا تكون أكثر، وحتى معناها طريقة الاحتساب ماذا بينا تكون شفافة باش نعرفوا احنا كيفاش الشركة التونسية الكهرباء والغاز تتوصل الى انه هذا 50 كيلوات هو معدل الاستهلاك اللي انا بكل صراحة نستبعدها، يعني حسب معرفتنا نستبعدوها. سمحني لهنا بلي سؤال السيد أحمد، يقول القائد تو 50 هذوما كيفاش ينجم يستهلكهم الانسان في داره، شنو هي الحاجات اللي توصل انك تستهلكهم الـ50؟ لا ما نجمش نقول لك شنو بالضبط، بقى هو على حسب الجدار التلفزه الضوء اللي يشعل السخان في الدار، الكميه الاستهلاك هي محدده بعدد الاجهزه اللي قاعده تشتغل بالمده التشغيل نتاعها، ينجم معناتها 50 كيلو تستهلكهم حاجه برك في الشهر. احنا كي ناخذوا فانوس بقوه 60 واط كي يخدم ساعه في النهار عنا معناتها في الشهر يستهلك نص كيلو، هو موجود عنا في الكتيب اللي قدامكم نجموا نرجعوا له وشوفوه. معناها عملت استاج، عملت تحاول باش تبسط، وهالدليل هذا قاعدين نوزعوا فيه في مكاتب الاستقبال وباش نزيدوا نخدموا عليه اكثر، معناها ما تعمل بلغه مبسطه، معناها كل اله قداش تستهلك كيف نخدموها، مثلا ساعه قداش تستهلك، خمسه سوايع في الشهر في شهرين. اي معناتها انبوبه في الدار نجم تستهلكهم الـ50 هذوما، يولي وقتها العائلة هذه داخلة في المنظومة إنها الزيادات تبعتها. أنا مش نقول لك تستهلكهم أنبوبة وإلا فرجدار، أنا أقول هو معدل. أنت والقوة متاع العداد، إذا كان عداد ما بين 5 أمبير و10 أمبير هاو الاستهلاك متاعو، معناتها ماهوش باش يتمس في التعديل التعطيل هذا الأخراني. تبقى كما قال سي بن سليمان، ربما معناها يقع التفكير ربما التنسيق مع المنظمة كونه يقع الترفيع في البالي انفيريور هذايا في الـ50 اللي ربما ما عادش تستجيب، اللي كانوا تو تبارك الله التونسي معناها الحاجيات نتاعو تطورت والاستهلاك نتاعو تطور، وغير على الاقل حتى من الفئات الاجتماعيه، وكما قال احد المتدخلين في الميكرو تروتوار ما عادش فما انسان زوالي، احنا ماذا بينا نفرح وقت ما عادش فما انسان زوالي، الناس كلها بس عليها زوالي في الاستهلاك، فما عباد زوال راه، اما زوالي في الاستهلاك معناتها تو في دار اقل حاجه نلقاو الفريجيدير وموجوده التلفزه والمثلا والحاجات الاخرين اللي يستهلكوا بهم بالضوء، مش معناتها تو في اي دار باش نلقاو التلفزه موجوده وباش نلقاو انبوبه ولا زوز وثلاثه انبوبات يشعلوا في الدار، هذه حاجه حسب دراسه اونكيت ساتيسفاكسيون اونكيت معناها اوبري دي ميناجس في 2014 ولا مش محينا، في العام الفريجيدير يستهلك 600 كيلو في العام. اي معناتها موجوده موجوده اللي فما زيادات، كانه العباد الكل ما عادش تولي لهنا فئه لا وفئه معناتها الانسان لهنا كيفاش زاد باش يقعد يعس على روحه، والله الشهر هذا استهلكت 50 49 47 يقعد ماشي وجاي على ستيك قداش يستهلك وقداش ما استهلكش. احنا كل اله كهرومنزليه بالفعل في تلقى عليها ملصقه نتاع استهلاك الطاقة، هل ترى هي مقتصدة للطاقة ولا غير مقتصدة للطاقة؟ وهنية دعوة الحرفاء نتاعنا عندما يقتنيوا الآلات الكهرومنزلية قبل ما يقتنيها يلزم يثبت هل أنه فيها ملصقة نتاع الاقتصاد في الطاقة ولا لا، وهنا معناه يشاثرني ربما الأخ بن سليمان اللي يكونوا معناه ماذا بينا وقت نقتنيوا الآلات هذه نقتنيهم من عند ناس معتمدين، لانه السوق الموازي راه ساعات واحد ياخو اله يقول هاني خذيتها ب 200 دينار كليماتيزور سبليت 18000 خذيته ب 400 500 ما يعرفش اللي هو راه باش يخلصوا في الفاتوره نتاع ستاك، معناها مستهلك للطاقه كذلك سواء مثلا الثلاجات وقيس على هذا. اي معناتها هذيك هذه الحاجه اللي تحكي فيها انت سيدي احمد، يشوفها كان نهار الاولاني وقت اللي هو باش يشري الفريجيدير ولا التلفزه، مش باش يقعد يتبع فيها معناتها تيكي باش تتنحى هي مع الوقت زاده. لا احنا ديما زيده راهو ماذا بينا تكون ثم سلوك وثم ثقافه نتاع ترشيد استهلاك الطاقه بالنسبه للمواطن.
احنا توا قلنا ربما عنا باش نعملوا معناتها بالتنسيق مع الاخ رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك باش نعملوا ديزاكسيون على ترشيد استهلاك الطاقة سواء كان في المدارس الابتدائية سواء كان في المعاهد الثانوية. وانا جيت في وقت من الاوقات واثرت الموضوع هذا قلنا راهو لابد من ادراج الترشيد استهلاك الطاقة والثقافة الاستهلاكية سواء كان في الكهرباء او في غيره عند التلامذة نتاعنا عند وليداتنا، لانه طفل اليوم كما قلت هو رجل الغد. اذا كان ما نميوش فيه الحس المدني هذايا كونه يلزم الضوء ما تستعملوش طفيه وقت اللي نخرج من غرفة ما نخليش الضوء يشعل، وقت اللي يعيط له صاحبه ما يخليش الحاسوب يخدم والتلفزة تخدم وخلي الدنيا الكل تشعل، ماك تعرف من قطرات الماء تسيل الأودية. وبالتالي معناها الترشيد الاستهلاك راهو يزمو وقت وراهو يزمو ثقافة. والله الحملة هذه زادت كانت تعملوها على الكبار موجودين في الإدارات العمومية، زاد كيفاش يخليوه في الضوء قبل الصغار تو صغار زاد يتعلم. ثم برنامج مع سي بن سليمان وكنا نحكيوا فيه قبل ما ندخل البرنامج، ثم بقدرة ربي إن شاء الله نحكيوا عليه الإدارات العمومية كيفاش أنهم يخليوا الضوء والمشاكل هذه اللي تصير، وكيفاش تلقى واحد في سالة مشعل كليماتيزور والضوء كله يشعل وهو قاعد في الجيشي ما يعمل في حد شيء. مازلنا نحكيوا على الزيادات في أوراق الضوء، أنتم كيفاش تشوفوها؟ دونك كلمونا على 31 36 37 50، اكتبوا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا في، مراجعين بعد أخبار ماضي ساعتين ونص. مازلنا نحكيوا على الزيادة في فاتورة الضوء بعد جولة عديد الأخبار والبلاغات والتوضيح من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، شركة تونسية للكهرباء والغاز، بالنسبة للزيادات هذه. دونك نستناو ردود أفعالكم، نستنى ورايكم من خلال تجاربكم ورايكم في موضوع الزيادة في تعريفة الضوء والغاز، كيفاش تشوفوها من ناحية القدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطن، كيفاش باش تأثر عليه. دونك الفضاء مفتوح لكم انتوما باش تتواصلوا معنا على نمرونا 31 36 37 50، اكتبوا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فيم، وتفاعلوا مع ضيوفنا سيد أحمد مليتي المدير الجهوي لشركة تونسية للكهرباء والغاز فرع نابل، سي حلمي بن سليمان دونك رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك بنابل. دونك قبل ما نكملوا معكم الحديث خلينا نبداو بالتليفونات، ومعنا حسين من سوسة. الو عسلامة حسين. مرحبا بك اخويا. مرحبا بك ومرحبا بالناس تسمع فينا في ولاية سوسة. عايشك اخويا. تفضل سيدي. والله حبيت نعمل تدخل بالنسبة للزيادات هذه نتاع الزم والماء بالنسبة للناس اللي كنا احنا اللي نعيشوا في الريف واللي مع الناس خمزين فهمتني، كان اختم هنا القيمة ما اخدمش ما سماش فلوس. علاش الزيادات هذه كليك بالنسبة للدولة؟ قداش مش يتحمل المواطن؟ والله حتى الشهرية لا عاد غلطين عليه اقسم بالله، ولا انا سيدي الواحد يولي يمشي يخدم ويزيد يخلص الضوء والماء ويزيد يسلف منا من العباد باش يولي ديما يخلصها الدولة باش ترضى. تخلص ورقة الضوء تجي ورقة الماء، تخلص ورقة الماء تجي ورقة الضوء، الواحد ما فهمش فصيله الواحد شيء يدوخ قداش من الزوال يتحمل 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 يتحمل. تعرف فنك اللي يقول لك وخر وخر حاشاك يقول لك بهيت ما صار بهيت مفاح. احنا وصلنا للدرجة ذيك قلنا شوفونا حل وعطونا حل فالزيادات هذه. والله الواحد اصبر لنا تقاطع الدولة من جنابة كليك. حسين حاب نسألك المنطقة الريفية اللي تسكن فيها انت في سوسة شو اسمها؟ أولاد العابد. أولاد العابد مرحبا بيك سيدي. مرحبا وبيك. حاب نسألك قداش تجيك ورقة الضوء في العادة؟ داري قبل تجيني 30 35، تولت في 70 68، ما عادتش طايحة من 70. المهم ولت زادت الدوبل فهمت. قبل ما كنتش ديما 35 أكثر حاجة كنا نستغرب توصل 40، تولت ديما جي 68 72 74، ما عادتش طايحة من الاستهلاك هذا. فلش على الأخرانين هذوما قداش عندها؟ تو عندي ممكن شهر التالي جاتني 68000. ايش عندك انت في الدار؟ حاب نسالك لهنا. عندي هذاك هم ثلاثة ديار موجودين، كان شعل في الضوء في الليل في النهار او الواحد يمشي يخدم. وعندي لا در صغار مش تقرا لا حتى شيء اخويا، عندنا الثلاثة ديار نشعلهم في الليل، وانا كان سهرنا كل واحد من بعد يشد دار، وما كان هذا ولت الواحد يجي 68 دينار عليه. لا عندي اورديناتور مش نستعمله في الدار، لا عندي حتى ثلاثة ديار هذوما. سامحني حسين خلنا نسالك وخلنا نفهموا الحكايه، ثلاثة ديار هذوما فيها عائلات والا مسكره هما؟ لا فيها عائلات في الليل بركه فهمتني.
دونك فما التلفزة، فما الفريجيدير، فما الأمور الكل موجود. أنا مش نسكروا فيه الفريجيدير، تقبل يخدموا كليك ونشعلوا في الضوء اللي متاع الحوش البرة كليك وما توصلش بالدرجة هذه. طب الواحد ولا يجي يقتصد بيطفي الضوء وتدخل للدار تولي تطفي الضوء وتخرج تطفي الضوء، والزيادات هي علاش تبينا للدرجة هذه؟ خل الواحد وين مش يشب بالله، بالله وين مش يشب له. اقسم بالله قلت لك الشهرية العادة تخالط على اختها في الخلاص كما هك. خل الواحد يخلص ما بين ذو ما 150 ولا 160 الف، احنا على ما ناخذ بشهريات ولا نخدمه. خل الواحد كان خدم مرة ولا خبير كان هذا ما زبط. واضح واضح. على خاطر فما توضيح اللي فما مناطق الريفيه اللي هي ماهيش معنيه بالزيادات هذوما. خلينا نسالوا السيد احمد لهنا اقعد معايا، نسالوه على الزيادات هذيا في المناطق الريفيه، وانت موجود في منطقه ريفيه في 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 سوسه ولاد عابد، دونك والتعريفه هذه كيفاش انها تتزاد من 30 دينار كما قلت انت وصلت تو ل 70 دينار. تفضل سيدي. شكرا تفاعلا مع الاخ من سوسه. في الحقيقه احنا قلنا بالنسبه للقوه تاع العدادات نتاعهم ما تفوتش ما بين 5 و 10 امبير، راهو هما مشمولين ماهوش مشمولين بالزياده باعتبار كون الاستهلاك نتاعهم عندهم مع الاستهلاك نتاعهم ما يفوتش 400 كيلو معناها في الـ في الـ في الشهر في الاربعه فاتورات، وبالتالي ما نجموش الحاله هذه معناتها ما نجمش نجاوب عليها باعتبار لازم يكون الوضعيه الانسان يشوفها معناها باش نجم نشوفوا الاستهلاك الهستوريك ان سويت. بقى هو يقول فما ثلاثه ديار، هل انهم ثلاثه عائلات يعني كل عائله عندها الاستعمالات نتاعها؟ من عش سي حسين تسمع فينا يا اخويا؟ حب نعرف سؤال سامحني، هل انهم ثلاثه ديار هذوما هما ثلاثه عائلات يسكنوا مع بعض فرتحوش ولا لا؟ لا لا احنا شفت كي نقول احنا ثلاثه غرف فهمتني؟ اي مش ثلاثه غرف، ثلاثه بيوت. خاطر قلت ثلاثه، خاطر احنا سمعنا ثلاثه ديار. ثلاثه بيوت. لا حبيت نعرف سي حسان معناتها الارفاء معناتها يقيدوا لك الضوء كل شهر كل اربع اشهر والا عندك مده ما يقيدوا لكش؟ يقيدوا ساعات ما يجيش، اقسم بالله ساعات لا يجي مام عاملين كاكا يحطوا لا بالكش الفاتوره هذه نتاع 70 اذا كان المعدل نتاعك 35 و40 ربما الفاتوره اللي جاتك هذه اللي انت تحرجت منها نتاع 70 و75 دينار مالكش هذاك معناتها ثم برشا اشهر ما قيدولكش وكي جات مع بعضها. لا يا اخوي اقسم بالله كل فاتوره نخلص فيها بروح عندي شهريه ناخذ فيها من الدوله كل فاتوره هذيك ديريكت. لا احنا مصدقينك وما قلناش لك ماكش تخلص، احنا نحكيو على رفع ارقام الاستهلاك في الحقيقه تو ناخذوا معناتها بعد مع الزملاء في موزع الهاتف تو ناخذوا رقم واتصلوا بيك ونشوفوا الحاله نتاعك مع زملائنا في سوسه. يا شكرا لك، شكرا لك حسين وتحيه لك لعبيدي تسمع فينا في سوسه. كنت تسمع سي حلمي؟ نعم. معناتها وكانوا اليوم المواطن ما عادش فاهم اسكو هو تابع الزيادات مش تابع الفاتوره، ما عادش فاهم علاش تتزاد، علاش يكون يستهلك على كما قال حسين نخلص في 30,000 و 40,000 ومن بعد جيني اشهر نلقى روحي في 70,000. يمكن الملاحظه اللي احنا ما فهمناهاش من الاول اللي هو حكي على ثلاثه ديار، يمكن ثلاثه ديار حاجه معقوله لكن بعد قال ثلاثة بيوت ما همش ثلاثة ديار وما عندوش يبدو أنه تجهيزات معناها أي قال عندي كان التلفزة ديجا والفريجيدير نخدم بها كان في منظمة الدفاع عن المستهلك هبطت بيان عقب الزيادة المعلنة عليها في أسعار الكهرباء والغاز، وكانت منظمة الدفاع عن المستهلك رفضت الزيادة هذه باعتبار أنها أولا باش تثقل كاهل المستهلك المواطن التونسي في ظروف الناس كل تعرف وأنها ظروف اقتصادية صعيبة، وهي باش تثقل كاهل المستهلك من جهتين. أولا الزيادة هذه باش تمس بطبيعة الحال المواطن من خلال العداد ومن خلال الفاتورة اللي يخلص فيها، وثانيا باش تمسه أيضا من خلال ما يمكن أن ينتج عن زيادة سعر الكهرباء من تكاليف إنتاج بالنسبة ربما للمؤسسات والشركات اللي تنتج في خدمات او تنتج في معناها بضاعه يقتنيها المواطن، يلقى روحه معناها في دوامه من الزيادات، لانه ما يخفاش على حد وانه الطاقه وتحديدا الكهرباء والغاز هي معناها ماده استراتيجيه، هي ماده نعيش بها كل يوم كما الخبز كما الماء، هي ماده اساسيه ماده اوليه معناها المساس من
من التعريف متاعها يمس مباشرة جيب المواطن جيب المستهلك، ويؤدي أيضا إلى طفرة وتحرك نحو الصعود في أسعار مواد أخرى، لأنه كل شيء تقريبا كل ما راوه قدامنا من تجهيزات من بضائع من خدمات وراها تكاليف وراها معناها فاتورة كهرباء تدفعها المؤسسات وتدفعها الشركات اللي باش تبيع لنا لي برودوي معناها المنتوجات النهائيه اللي باش نشريوها. اذا معناها هذاك علاش منظمه الدفاع عن المستهلك ترى وانه الزياده هذه ماهيش في محلها، ترى وانه الاسباب اللي ادت للزياده هذه والمعلن عنها من طرف الشركه التونسيه للكهرباء والغاز انها اسباب معناها ممكن تجاوزها وفما حلول اخرى. ذاك علاش منظمة الدفاع عن المستهلك تعتبر وأنه من الأفضل أنه الشركة الوطنية اللي هي شركتنا نعتز بها الناس كل شركة وطنية بالفعل شركة تونسية للكهرباء والغاز أنها ممكن أنها تلقى حلول أخرى وتبعد عن الزيادة اللي تمس مباشرة جيب المواطن التونسي. لهنا زاد السؤال يسألوه العباد، وين المنظمة الدفاع عن المستهلك وقت لي أهبط القرار هذا قبل ما يصادق عليه؟ علاش منظمة الدفاع عن المستهلك ما تحركتش؟ علاه ما ضربتش على المواطن من الأول؟ علاش توا تطلب هي في الحلول من عند الشركة التونسية للكهرباء والغاز؟ كما تعرف سي أسامة، هنا باش جوست معناها باش نوضحوا أن احنا منظمة مجتمع مدني، ماناش لنا مشرع ولنا حكومة ولنا سلطة عامة، احنا منظمة مجتمع مدني يتحرك في ضوء ما يقع إقراره وتقريره من طرف السلطة العمومية، سواء معناها جهات حكومية أو جهات وزارية أو جهات الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي هي معناها شركة وطنية منشأة عمومية كبيرة برشا. ولذا احنا من الاول ما نجموش نكونوا عندنا معناها دور مباشر في اتخاذ القرار، خاطر ديما المواطن ديما دورنا رياكسيونيل للقرار اللي يقع اتخاذه. خاطر ديما العباد تسال منظمه الدفاع عن المستهلك شنو هو الدور نتاعها، تصير له مشكله المواطن يكلم طول منظمه الدفاع عن المستهلك، هذه المنظمه العريقه اللي معروفه عند التوانسه الكل. صحيح. قبل ما نكمل معك الحديث خاطر بكري استنى فينا مسعود بالتليفون ونرجع لكم ضيوفي. سي مسعود مرحبا بك، ومرحبا بك سي مسعود. عسلامة سي أسامة. مرحبا بك ومرحبا بالناس تسمع فينا في حمامات. يا عسلامة. تفضل سيدي. بالله سي أسامة نحب نحكي على حكاية الضوء، أو أنا مثلا في الدار. روح للدار براتيكمون 17 أنا ومرتي ما نستعملوا حتى شيء، ديني فاتورة 80 100 ما عنديش معناتها لا شوفاج لا حتى شيء. معناتها مستغرب انا معناتها من الاسوان كيفاش واحد كونسوماسيون وجد فاتورة ماء وجد فاتورة ضوء ويا برشا غلاو. معناتها عندكم في الدار الحاجات اللي عند التوانسه الكل اللي هي مثلا نقولوا احنا التلفزه والفريجيدير اي وتشعل الضوء، وقداش تجيك الفاتوره؟ دي 70 80 معناتها انا 7 نتاع العشيه بروح للدار. الدار معناتها من الصباح من 8 9 ما فيها حتى حد، 7 نتاع العشيه يحلوا شويه ثلج ولا 10 الحشيش. مشيش الستيج سالتهم على الموضوع هذا؟ والله لا انا بون ستيج معناتها مره صار لي فان وكل شيء يدخلوا معناتها بسرعه وكل شيء يعطيهم صح. بلاد زادة فما ملاحظة ذي ماذا بيا زادة نقولها، من عرش سيد أحمد يشاطرني الرأي بحذية ولا لا، ماذا بينا زادة المواطن اللي عنده مشكل اللي عنده استفسار زادة يمشي راو فما بيروات موجودة في ستيك، معناتها أي سؤال تحب عليه علاش ورقة الضوء اللي تجيني مرتفعة نجم تمشي لستيك راو، ومن غادي تبدا خاطر انت كي ما تمشيش للستاج باش تقعد هذيك المشكله. واحنا لهنا صحيح عملنا البرنامج هذا زاد باش نوصلوا صوتكم، زاد ماذا بينا يكون فما وعي زاد المواطن انكم يكون الاستفسار زاد في الستاج. اقعد معايا اقعد معايا مسعود او سي لحم باش يجاوبك. عسلامة سي مسعود. اهلا بك. اهلا وسهلا. تفاعل مع سيادتك راهو كما قال الاخ اسامه راهو أنا وسائل التواصل مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز سواء كان مباشرة في شبابيك معناها الوكالات أو الأقاليم، سواء كان بالمراسلات المكتوبة بالفاكس عندنا في معناها في السيت نتاع ستيغرا، وقت اللي يدخل مواطن عنده اسباس كليون ينجم يسجل معناتها التشكي نتاعو ونجاوبوه، وإذا كان ما اقتنعش معناها ينجم نتصلوا به. راهو بالنسبة للحالة نتاعك أنت معناها تقول اللي كونوا معناها أنت وزوجتك معناها تشتغلوا ما تروحوا كان في الليل، صحيح تبقى راهو أنت راهو عندك فريجيدير تخدم 24 سور 24 راهي هذيك تستهلك، راهو تعرف اللي راهو حواليك قريب قرابة 40% من الاستهلاك نتاع الفاتورة تمشي للثلاجة.
نجم تثبت معناها انت يعني سواء على الشبكة الداخلية ربما فماشي خلل فماشي ندى تبقى فما هل انك معناتها بالنسبة للفوانيس تستعمل فوانيس مختزلة الطاقة وإلا لا؟ يعني هذه ربما بعض الجزئيات الصغيرة اللي ممكن الإنسان حركات بسيطة لكن ترى عندها معنى. سي مسعود سي مسعود لهنا علاش انا حبيت الملاحظه ذي وماذا بيه حتى العباد الكل يسمعوا فينا باش وقتها نحكموا على الخدمات نتاع ستيك. اذا انت تمشي للستيك وما يعطيوكش المعلومه وقتها فما مشكل. انا في الخدمات ما عنديش مشكل زي ما قلت لك معناتها صارت لي مره ولا مرتين فانوا دخلوا معناتها بسرعه ويعطيهم الصحه ما عنديش مشكل في الخدمات. انا قعدت ديما مع مشكل الفاتورات ديما مشكلة. هي الفاتورات هي اللي غاليه. انت فاهم ورقه الضوء فهمها وقت تجيك ولا جوست تشوف كان السومه كهو؟ مش ما نكذبش عليك ماكش فاهمها كنت وانسى الكل اطول فهموها شوي اخر. سيد احمد هنا وسي حلمي تو نزيدوا نفهموا قعدوا معنا دونك. مسعود شكرا لك على الاتصال نتاعك. احنا مازلنا مواصلين في حكايه الناس اليوم نحكيوا على الزيادات في ورقه الضوء والغاز. دونك كلمونا على 31 36 37 50 اكتبوا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فام. ما تبعدوش مواصلين في حكايه الناس حتى الاربعه نتاع العشيه. مازلنا نحكيوا على الزيادات في الضوء والغاز في تونس. دونك كلمونا على 31 36 37 50 وصلوا لي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فيم وتفاعلوا مع ضيوفنا سيد احمد مليتي المدير الجهوي لشركه تونسيه الكهرباء والغاز بنابل، سي حلمي بن سليمان رئيس المكتب الجهوي لمنظمه الدفاع على المستهلك بنابل. حمل نرجع لك سي حلمي سؤال كنا سالناه على وقتاش تتدخل منظمه الدفاع عن المستهلك. اليوم الانسان البسيط المواطن يقول اللي منظمه الدفاع عن المستهلك هي الوحيده او من 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 المنظمات اللي تدافع عن الـ عن الـ عن المواطن في وين حاجة تمسوا في المقدرة الشرائية متاعو في حياته. لهنا فما قرار صدر، فما قرار 1 جانفي 2017 كان صدر اللي هو الزيادات في الضوء. لهنا العباد تستقل وين المنظمة من هذا الكل؟ منظمة الدفاع عن المستهلك كما كنت نقول منذ قليل هي منظمة مجتمع مدني، هي عبارة على جمعية، هي جمعية أو منظمة ذات صبغة وطنية الغاية متاعها هي الدفاع عن مصالح المستهلك التونسي أينما كان ومهما كان طبيعة الاستهلاك وطبيعة المنتوج أو الخدمة اللي يتلقاها. الدفاع عن مصالح المستهلك ما يقفش عند حد الدفاع بمعناه الضيق. الدفاع عن مصالح المستهلك أيضا يشمل تثقيفه وترشيده والتخاطب أيضا مع الجهات المسؤولة في خضم هذا الكل. منظمة الدفاع عن المستهلك هي معناها التي عندما تدافع عن مصالح المستهلك يكون أمامها إما سلطة عمومية تقنن وتصدر القوانين وتنظم معناها القطاعات الإنتاجية فيكون الهدف هنا هو معناها الدفاع عن مصلحة المستهلك الضيقة اللي هي معناها ماله وفلوسه، وأحيانا معناها في مواجهة حتى المنتجي الخدمات والمنتجين بصفة عامة اللي معناها أحيانا يتجاوزوا حدودهم سواء من حيث التسعير أو من حيث المحافظة على الصحة أو من حيث المحافظة على مصالح وحقوق المستهلك. بهذا واضح في الضوء هنا في الزيادات هذه حكيتوش مع ستيك فماشي هكا مبادرة من عندكم انتوما فيما يتعلق بموضوع هذا أصدرت خاطر بكري انت حكيت قلت علاش ليه ما تطلعوش شوية فوق الخمسين أصدرت منظمة الدفاع عن المستهلك بيان صحفي ممضى من السيد سليم سعد الله رئيس المنظمة تقول فيه وأنها كما كنا نتحدث وأنها تعارض هالزيادة هذه اللي فضلا عن كونها معناها في وقت غير مناسب تماما ظروف اقتصادية صعبة تمر بها بلاد كاملة ويمر بها أيضا المواطن أي باش يقف عند المعارضة كهو والبيان بطبيعة الحال احنا والتنديد لا 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 ليس فقط تنديد ومعارضة ومجرد بيان صحفي. المنظمة قاعدة تخدم لأنه فما اتصالات بين المنظمة الوطنية وبين حتى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بصفتها هي المزود الوحيد والحصري للكهرباء والغاز في تونس. أيضا المسألة هذه زادت تتجاوز مجرد الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتبار أن مسألة وطنية، مسألة تتعلق بقرار سياسي نوعا ما متعلق بالحكومة. فما معناها محاولات وجهد حثيث تقوم به المنظمة
على الأقل للتوصل مع سيد رئيس الحكومة إلى تأجيل هالزيادة هذه على الأقل باعتبار أن الظروف الراهنة ما تسمحش بها. خلنا نكمل مع التليفونات. معنا سيمونجي من نابل. ألو عسلامة سيمونجي. مرحبا يا أخي. مرحبا بك على راديو كافا فام. عايشك بارك الله فيكم وفي البرنامج السمحة يا عايشك، هذه حاجة تفرحنا برشا. عايشك بربي تو ما أنا سمعت برشا أخوان دخلوا المستهلكين اللي يحكي يعني عنده المنقالة متاعه 5 أمبير و 10 أمبير أول باب الساعد هم 10 أمبير و 5 يقولوا في بن سليمان عندهم هم من السبعينات ما عادش ولاتوا كل شيء أوتوماتيك تو منقلوش ضد ومن 15 أمبير وما فماش واحد ما عندوش ماكينة صابون تلزة فريجيدار ما فماش دار كيفو زوالي كيفو لبس عليه كيفو طنطخة كما نقولوا احنا. هذوما الحاجات الأساسية ولا والضرورية في أي دار تونسية ما فيها شك. واحنا ضو نهار وكل معناها تجيك الفاتورة كيما حكاو السيد تجيك 250 و51 يقولك ما تاكلش أكثر من 200 كيلو فما دار ما تاكلش من 200 كيلو مهما كان شنو كي تعلم بولا برك شوف الكلام علاش ما يرجعوش ارواحهم يشوفوا هما مثال ياخذوا 60% بلاش من عند هما الموظفين بيديهم اللي في الستاف الكل هاو ندرشوا معناها والزوالي يهزوا عليه توني صار في 400,000 بربي في الشهر ولا 500,000 نحي من هالماء الضوء الماء كيف كيف داخل بالفلوس خارج الفلوس الضوء الغاز بالفلوس ياسر على المواطن ياسر يغدروا بعين الرحمة على كل سهولة يجي يقول لك لا تستهلك 50 كيلو أنا واحد يسألك 50 كيلو في الشهر مستحيلة دي من باب المستحيلات عايشوا انظرونا في الشيء ده الأخرى اللي لبس عليه وصور مني حتى كي مزيده ما يحسش بينما يصور ب500,000 أنا واحد من الناس عامل يومي ربما نخدم شهر ونضرب جمعة جمعتين قاعد مثلا ومع الدنيا وظروف صعيبة وزيدوا متوجهين لنا الضوء والماء معناه ياسر ياسر الماء زاد الضوء زاد الغاز زاد ونشي قبل واحد بلا ونشي قبل لا انت تقرا هذا يجيد هذا انت شنو وعذرونا طريف اخوان عذرونا بكل لهم عذرونا اخويا عفوا علينا طريف نحب نسالك لهنا سي المونجي نعم ما نعرفش ما تفهمها ورقه الضوء وقت اللي تجيك فاهمها ما نقولكش مش فاهمها لا ما نكذب فاهمها الورقه الضوء ياسر علينا اخويا لا احنا ماذا بينا نقصوا مش نزيدوا بالضوء والله العظيم ولا اكثر من الماكله والشراء تصور ان خلص في 108,000 عندي غاز وضوء غاز دي بي وضوء نخلص 110 130 120 في الاربع شهور تجيني على حسابك 58 52 رغم اللي تو انا نخدم والمراه تخدم كما قال السيد مقبلي نروحوا الخمسه نتاع العشيه معناها تشعل الضوء نهايه 9:30 10 نرد ما نكذبش عليك عندي فريجيدار عندي ماكينه صابون وعندي تلفزه فماش واحد ما عندهوش هذا الناس كل ما عندهم وما يجيوا يثقلوا علينا احنا ياسر ياسر علينا. هل فما مشكل في الوعي نتاع المواطن سيمونجي؟ فما من ناحيه؟ من قش انا واحد المشكل نتاع المواطن نقول لك الزوالي قاعد يحس برشا والقفه صعبت والقدره غلات وكل شيء غلا والناس ولات الفرنك ما عادش خالطين ما فماش واحد ما عندوش كريدي سواء في عطار سواء في خضار سواء في زازار هذا جات وقت ما الضوء هاو جا عيد هاو جا هو حتى الضوء بالكريدي ديجا فما برشا حالات الضوء بالكريدي هي موجود يتم ثلاثة أربعة تريمستات احنا كل شيء قصور اللي يصيح لا يلقى كي شي خلص معاش يوحل لازم يوحل هو معاش نجم يخلص جملة هذا خير وخير تنزل ولهذا بالعكس انا ماذا بينا خليه الامور هكيك حتى تتفرجش الدنيا وكما نقول معناها خلي الناس تتفرج طريف الساعة الدنيا واقفه نخدم واقفه نجم نقول لك نابل واضي كان في هذا بن سليمان في نابل ونشوف اللي خدم في نابل كيفاش ولات ما فماش فهمت اخويا وبارك الله فيكم على البرنامج باهي برنامج باهي واضح واضح سيموجي شكرا لك قديمه في الاستماع راديو كابا فيم شكرا لك سيموجي كان يكلم فينا من نابل تعقيبك سيد احمد على كلام سيموجي والله اليوم سيموجي طالب انه المسؤولين انه الشركه الوطنيه او الشركه التونسيه للكهرباء والغاز انها تراعي ظروف المواطن احنا قلنا كونوا بالنسبه للفئات اللي كما قال سي مونجي توا ما فماش معناها ناس 5 و 10 امبير لا نقولوا راهم موجودين وهذوما حوالي 1,100,000 يمثل 30% واللي مش منهم الزياده احنا خذينا المعدل بالنسبه للناس اللي يستهلكوا في الشهر 200 كيلو معناها في الاربع شهور 800 كيلو هذوما الفاتوره نتاعو مش تزاد 9,800 فرنك يعني مش يجي كي نعملوا له ريلاف في اربع شهور
وهو يستهلك أقل من 800 كيلو، هذا يمثل 53%، معناها 1,850,000 حريف، الفاتورة باش تزيد فيها 9,800 مليم بالنسبة للناس اللي يستهلكوا أكثر من 200 كيلو في الشهر، اللي هم يمثلوا 550,000 حريف، اللي يمثلوا 16%، هذا زيادة في الفاتورة مش يحسها ما بين 11 دينار وما بين 12 دينار و600. هذا حسب كيفاش باش يعرف تو المواطن، باللي خذني على قد عقلي سيد احمد، المواطن تو كيفاش باش يعرف روحه زاد في الكونسوماسيون ولا لا؟ كيفاش باش يعرف هذوما الكل؟ يمشي للستاج يقول لهم انا قد زدت، يمشي يشوف موجالة الضوء؟ لا الموجالة كيفاش هذه ال 50 وال 200 شوف سي باش نبسطوها باش حد العباد تفهم. احنا العداد هو موجود عند الحريف وينجم يراقبه كل يوم ويشوف الاستهلاك نتاعو في ال 24 ساعه، ينجم يقيم روحه إذا كان زاد آلة جديدة كهرومنزلية وإلا عنده شيء أعطب راه ينجم يفيق مثلا كل إذا كان كل صباح كيشوف العداد نتاعه ينجم إذا كان ثم معناه هذا حل سيد أحمد، هذا حل باش يشوف كل يوم معناتها المونجيلة الضوئي هو يعلم به ربي. لا يقوم الصباح يجري للخدمة ويروح تعب ومشاكل العائلة ومشاكله هو ومشاكل الدنيا، معناتها كل يوم مش قاعد يشوف المونجيلة هاي طلعت هاي هبطت. احنا قلنا راه هو شكل من اشكال مراقبه الاستهلاك، راه ثم برشا طرق معناها المراقبه. شنو الطريقه الاخرى؟ طرق الاستهلاك كونه معناها ينجم الالات كما قلت قبيله معناها يقتني الات معناها مختزه للطاقه، ينجم الفوانيس يكون فوانيس مختزه للطاقه، ينجم الضوء ما يستعملوش يطفيه كما قلت اذا كان عنده وليدات صغار معناها يحاول باش يبسط لهم اللي كونه معناها وقت اللي يدخل غرفه والا يخرج معناها الوقت اللي يخرج يطفي الضوء معناها. واحنا عندنا حتى كالملصقات معناها نتاع التحكم في الطاقه اللي كان الضوء ما تستعملوش طفيه، معناها عندنا في بعض الاماكن معناها ينجم يحط حتى بحث معناها نقولوا احنا كلانتريبتور وقت باش يقص كي يجي خارج يتذكر معناها اللي كونه يلزم معناتها يطفي الضوء. هذوما حركات بسيطه وهذه معناها مش يجرنا المجال كيفيه ممارسه يوميه استهلاك الطاقه كيفاش معناها. واحنا مع السي حلمي قبيله نحكيوا مع بعضنا معناها ان شاء الله باش نعملوا عندنا برنامج كبير على مستوى ولايه نابل بالتنسيق مع المنظمه المكتب الجهوي بنابل، معناها باش نحبوا نعملوا حاجه حمله تحسيسيه تكون عندها صدى وتكون معناتها يكون حتى لورد جور نتاعها على النطاق الوطني ولا الجهوي؟ نعم باش نعملوا على مستوى الجهه وممكن هو تو ينجم يتداخل فيما بعد معناها ونزيدوا نبسطوا اكثر. واحنا نحب نقول معناها نشكر المنظمه الدفاع عن المستهلك على المستوى الوطني، راهو ثم تعامل كبير ما بين المنظمه الوطنيه وما بين الاداره العامه لشركه توصيل الكهرباء والغاز في اي حاجه ديما ناخذوا راي المنظمه لانه هي لسان المستهلك. احنا اذا كان عندنا 3,800,000 حريف خذيتوا راي المنظمه الدفاع عن المستهلك في الزيادات؟ زيادات قلنا راهو وقع اقرارها ضمن قانون الماليه. التعديل هذا يرى وقع اقراره ضمن قانون الماليه، تبقى راهو ديما ثم مجال اخرى للتعاون معنا مع المنظمه سواء كان معنا في اخر لقاء مع الكابا فام معناها وقتها دخل سليم سعد الله وقتها وجهت له نداء قلت له ماذا بينا الفروع نتاع شركه توصيل الكهرباء والغاز على مستوى الوطني معنا ماذا بينا هذا كيف الفروع المنظمه المكاتب الجهويه كيف ينسقوا مع الادارات الجهويه اونتروتر في المجال اللي يخصني انا هو شركه توصيل الكهرباء والغاز، راهو نتعاونوا في حلين برشا مشاكل في تبسيط بعض المفاهيم في نقوموا بعمليات معناها تحسيسيه سواء كان في مجال التحكم في الطاقه سواء كان في ترشيد الاستهلاك في اي مجال كان. احنا راهو معناها هو لسان معناها الدفاع عن المستهلك واحنا كيف نأديه في مرفق عام والله. الغايه نتاعنا هو ارضاء الحريف والمستهلك. تفضل سي حلم. انا نشاطر سيد احمد بالنسبه فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك والتحكم في الطاقه، هذه مساله وطنيه ما فيهاش ادنى نقاش، ومنظمه الدفاع عن المستهلك منذ سنوات عديده وهي تعمل على هذا المحور بمعناها تنسيق كبير مع سواء مع شركة توصيل الكهرباء والغاز أو مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أو مع غيرهم من المتداخلين في الشأن الطاقي اللي هو شأن وطني يهم الناس كل. تبقى هوني احنا ديما نقول ونعاودوا انه الزياده هذه راهي ماهيش حل، لانه تنجم الشركه التونسيه للكهرباء والغاز تكمل في توجهها هذايا الداعي الى تثقيف المستهلك الى توعيه المستهلك بضروره المحافظه على الطاقه من خلال معناها حركات بسيطة للمحافظة سواء على طاقة الغاز أو طاقة الكهرباء، هذا توجه محمود. لكن الزيادة وهنا نوافق المتداخل من نابل سين مونجي كيف قال وأنه 50 كيلوات في الشهر شوية، وإحنا قلناها من الأول
قلنا وانه منظمه الدفاع عن المستهلك تعتبر وانه البالي هذايا اللي مش تمسوا الزياده اللي هو 50 كيلوات في الشهر راهو ما 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 ماهوش كافي. ودعوه ملحه ونعاودها وقلتها وقبيلي ونعاودها توا، دعوه الى الشركه التونسيه للكهرباء والغاز لمراجعه هالحد هذايا بالترفيع فيه حتى يشمل اكثر ما يمكن من الناس هذوما. كذلك كذلك نحب فقط نربط مع مساله الفاتوره قبيليك المدخل من 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 سوسه حسين من سوسه معناها قالك انا احيانا الفاتوره ما نفهمهاش، وحتى سيادتك اسامه مش كان هو ديجا من بين معناها الدعوات تاع منظمه الدفاع عن المستهلك انه باش يقع معناها في انه يقع تبسيط المعطيات الوارده بالفاتوره. هي فاتوره معناها بالنسبه للمواطن العادي، وديما لهنا الريفيرنس نتاعنا هو المواطن العادي ماهوش المواطن المثقف برشا ولا القاري برشا، والمواطن الستوندار لو نورمال كيف يقرا فاتوره الكهرباء اللي قاعده اليوم معناها تخرج من الشركه التونسيه للكهرباء والغاز يلقى صعوبه كبيره ياسر في فهمها، واحيانا عدم الفهم ولا قله فهم الفاتوره هذه يخلق نوع من الريبه ونوع من الشك ونوع من عدم الثقه بين المستهلك وبين الشركه التونسيه للكهرباء. يولي الكره ما عادش يتعدى، الكره ما يتعداش يولي يقول لك شنو هذا سي كوا سا، معناها كانه فما شكون خذا له حقه والا تجاوز الحدود ولا مسلو من مصالحه، معناها ما فهمهاش الفاتوره، يعرف كان المونتون هذاك يقول لك هذاك برشا وفسره لي. والتفسير الحقيقه انا شخصيا دخلت حتى للسيت نتاع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز وشفت هي ماهيش ومضه، باش نقول لك ومضه ماهيش ومضه، هي تقريبا فما شريط فيديو فيها ظهر لي اكثر حتى من 15 دقيقه. اولا ما يقعد لك حتى حد 15 دقيقه هو يتبع تي ما تتوا حتى في معناتها حتى في الفيسبوك ولا اليوتيوب العباد كي يتفرج في فيديو ينزل ومضه مبسطه كثير، معناتها دقيقتين ثلاث دقائق يلزمك تقول له كيفاش يقراها الفاتوره، شو قعد 15 دقيقه معناتها يقرا قداش موجوده في الفاتوره. يبدو لي اخويا اسامه من وجهه نظر خاصه ما عندكمش حلول لتبسيط الفاتوره. والله احنا نمدوا ايدينا واحنا مستعدين لاي تعامل مع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز سواء على مستويات جهويه او على مستوى وطني، في ان نشوفوا التجارب المقارنه، نشوفوا التجارب في الخارج كيفاش الناس كيفاش الشركات في الخارج وسط حتى بابليكاسيون تاع تليفون تشوف شنو عندك فماشي عندك اي فماشي مثلا فكره الابليكاسيون هذيا فماشي احنا في 2017 التكنولوجيا طايره واحنا مازلنا مستنيو في ورقه نتاع ضوء ابليكاسيون على هواتف النقاله اللي ممكن تبسط وممكن تخلي الشخص يتابع الاستهلاك نتاعه. يمكن زاد حتى انستغرام سابقين راهو لاستعمال التكنولوجي، وانتم استعملتوا الاس ام اس من اول الشركات الوطنيه اللي استعملتوا الاس ام اس ديجا، وتنجموا توا وقيد باش انه تكبروا في التكنولوجيا هذيا. شكرا سي اسامه. وفيما يخص عدم فهم الفاتوره راهو في كل مره احنا شركه التونسيه للكهرباء والغاز تحاول باش تلقى طريقه باش ينجم المواطن يفهم الفاتوره. احنا الشكل الحالي نتاع الفاتوره راهو جاء بناء على طلب المستهلك نفسه، جاء بناء على طلب المنظمه على مستوى مركزي، حاولوا دائما نحبوا المواطن راهو ديما بقت معناتها الفاتوره مبهمه في 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 عنده ما ينجمش يفهمها. احنا باللي حاولنا باش نبسطوا باللي حاولنا معناها باش ربما كثره المعلومات والكم الهائل من المعلومات اللي والشكل الحالي اللي عليه الفاتوره بعض المواطنين ولاو يتشكوا. قال لك برشا معلومات حتى كان نجيو قدامي فاتوره لكن نجيو نقلبوا الفاتوره من التالي، معناها حاولنا باش نبسطوا معناها في كل روبريك اشنو هو موجود في الفاتوره، معناها في كل معناها خانه الخانه هذيك ليش ترمز وشنية معناتها المعنى نتاعها. حطينا بعض معناها معناها قولوا احنا الخدمات كيما السيرفيس ا ديستونس السيت نتاع ستيغ لو بايمون بار اون ليني الاس ام اس فكرني معناها ينجم المواطن يتصل بستيغ. بالله جاتني توا يمكن فكره، علاش ما تعملوش هكا ايفينمون كبير تستدعوا العباد والمجتمع المدني وتفهموا التونسي في الكومينيكاسيون كيفاش انه يطلع على المعلومه. اليوم التونسي راهو معناتها من الشعوب اللي ما تقراش، تتصور انت ما قراش كتاب باش يقرا فاتوره نتاع الضوء. التونسي توا يحب على الايماج سي اسامه، فيديو صغير ايماج يفهم كل شيء. تاكيد لكلامك، هذايا اكس استراتيجيك قاعده تخدم عليه الاداره العامه للشركه التونسيه للكهرباء والغاز في سياستها الاتصاليه الجديده، هو كونه بالتنسيق مع منظمه الوطنيه للدفاع عن المستهلك
بطبيعة الحال من خلالها هي المكاتب الجهوية وفروع شركة تنصير الكهرباء والغاز باش نحاولوا يتعمل الشيء هذايا ان ايفينمون. كما قلنا احنا التونسي اليوم ما له لازم نقولوها بكل صراحة، معناها أصبح بخيل في القراية، معناها حاجة بسيطة باش ترسخ في مخه باش في ساعة يكابتيه كما قال الأخ، معناها فيديو ب 15 دقيقة حتى حد ما عاد يوسع بالو 15 دقيقة واضحة معناتها. دونك احنا نحاولوا بقدرة الله إن شاء الله نوصلوا الحل، وهذا يستناك استراتيجيك تخدم عليه الشركة باش تبسيط الفاتورة هذايا وسياستها الاتصالية لابد معناها باش نبدلوها دو مانير باش ولي ثم علاقة معناها انسيابية ما بيننا وما بين الحرفاء نتاعنا تكون شفافة وواضحة، المواطن يفهمنا ونفهموه. وكان ترى سيادتك معناها الكتيب هذا اللي قاعدين نوزعوا فيه في مكاتب الاستقبال نتاعنا، اللي لو سمحت اللي هو تفضل نورني حدثني عن الكهرباء، فيه برشا حاجات من أين يأتي الكهرباء، تثقيف كيفاش الضوء يتصنع، ترشيد لاستهلاك الطاقة، في كذلك نظام الفوترة، في كذلك التسعير. يعني نحاول معناها باش انا في رايي ما تخلوهاش في المقر نتاع ستيك، احنا قاعدين نوزعوا فيه على الحرفاء، خاطر تو تصورها واحد جاي يخلص في فاتورة نتاع 200,000 ولا 300,000 وجي تعطيه كتاب تقول له باللي حدثني على الكهرباء، احنا تو هزوهم للمكاتب، هزوهم للادارات العمومية والخاصة، تو غادي تو يقراوا هذاك اللي قاعدين باش نخدموا عليه وبالتنسيق مع سي حلمي رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التوعية المستهلك، معناها باش نحاولوا نعملوا استراتيجية اتصالية مع ما بين ستيك نابل، ما بين المنظمة، ما بين المجتمع المدني، ما بين الإدارات الجهوية في نابل، ما بين المؤسسات التربوية كيف وإن شاء الله نتوصلوا معناها للهدف اللي قلت عليه سيادتك. دونك مازلنا نحكيوا على زيادات في فاتورة الضوء والغاز، دونك كلمونا على 31 36 37 50، اكتبوا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فيم. راجعين بعد اخبار ما 3:30 ما تبعدوش. ضيوفنا سي حلمي بن سليمان اللي هو رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التوعية المستهلك بنابل، وسيد احمد المليتي اللي هو مدير الجهوي لشركة التونسية للكهرباء والغاز بنابل. نكملوا معكم الحديث، خلينا نكملوا مع التليفونات، ومعنا سي رضا بالتليفون. الو عسلامة سي رضا. السلام اخويا، مرحبا سيدي. مرحبا بك سيدي رضا من الحمامات. يعيشك. تفضل سيدي. حبيت نعمل داخل على حكايه الفكتيره دي. ما نعرفش انا نتصور شنو المشكل نتاع الستاج، عندهم ديفيسيت نجموا يشوفوا حل اخر. ما تقتصرش في الزيادات ممكن. منظمة بتاع المستهلك مشكورين، والناس الأغلبية من العوائل زادة في الستيك، أما البعض منهم زادة خاطر هما ما يدفعوش، تصور يستهلكوا أكثر من الناس العاديين الآخرين من لي زابونيش. معناتها العوين اللي والناس اللي تخدم في ستيك هما في رايك انت ما دام ما يخلصوش في الضوء ويستهلكوا اكثر ضوء نورمال؟ بطبيعه ما نعممش خاطر مش الناس كل محاله، ثم ناس تخاف ربي فهمت، يستهلكوا نسبيا، ثم ناس انا صدقني شفت شكون قال لي مشى خدم عند اجون ستيك وعنده فريجو كبيره في الصيف فارغه محطوطه في الدار، هو خدم وحد استغلها باش برد شويه ماء وجازوز مع شنو جبت له المراه وقالت له حط فيها ما يسالش، ويشهد هو اللي هي فارغه معناتها. دونك تستهلك في الضوء هي فارغه ديجا ياسر، وعلى حسب شكون هذاك، هي ما يهمهاش فهمت، عندها كان التاكسي نتاع الالتيتي باش تخلصوا الكيل على بالكم، اما هذا الكل يخلصوا المواطن بالطبيعه. اي غيرها هي يستحفظ من عمم، مش الناس الكل هكاك بالطبيعه، الناس الاخرين يستحفظوا احبابي واضح، منهم زوج عوام يخدموا في الستيك حقيقة هدرة في الاستحفاظ هذا، أما بون هذه حالة، وحالة أخرى في حكاية السوم شوية إيش باش يعملوا تو باش يتراجعوا لاشيت لاشيت معناتها لما كيفاش يقولوها
نتصور الثوم طلع وفاء مازالوا باش يتراجعوا توا وشنو هالتأييد اللي باش يقع. دونك أحسن حاجة يشوفوا الطاقة البديلة توا ويتقدموا يعملوا أن بروجري في الحكاية دي يشوفوا الرمزات في الطاقة البديلة. الطاقة الشمسية تقصد دونك؟ أي ستيك الدولة يلزمها تتحرك في الحكاية دي توا. واضح وهذا ملف كبير وملف اخر الطاقه البديله تو نسالوا سيد احمد علي بطبيعة هو الملف تحل واضح معنا سي سي بوليتيك و سي بلوتو تكنيك زاد الانجينير نتاع ستيك يلزمهم يقفوا في الامور هذه ويحسنوا السيتياسيون نتاع الاداره نتاعهم وهي شركة وطنية وإحنا نعاونوها ونقفوا معها فهمت ونشجعوهم زادة واضح في كل حاجه. واضح سي رضا المساج نتاعك وصل. شكرا لك على التليفون نتاعك. كملوا مع التليفونات خاطر الوقت يزرف فينا. صاحبي بالنابل معنا بالتليفون. الو عسلامه. مرحبا بك سي صاحبي. وبيك اخويا عايشك. مرحبا باش نسمعوا بعضنا سي صاحبي. بالله سكر بحذاك الراديو. تفضل سيدي. والله يا اخوي حبيت نسال على الضوء اللي يشعل في الحاكم هذاك بتاع الحاكم الضوء الكياس. اي نحب نعرف هذاك معناتها ينذا احنا نخلصوا فيه معاك مع معناتها الفاتوره ولا خاطر الفاتوره وشكون اللي لاهي به تشعيله وتسكيره وعلاش يشعل في النهار. الضوء نتاع الكياسات دونك اللي يشعل في النهار تابع شكون؟ تابع ستيك؟ تابع البلديه؟ تابع شكون؟ وشكون اللي يخلص فيه؟ شكون يخلص فيه؟ وعلاش يشعل في النهار؟ واضح سي صاحبي واضح. عندك تساؤل اخر؟ لا خاطر انا تكسيست وندور معناتها تو كيما تويك نعطيك مرشا بلايص فيهم ضو يشعل في النهار كيف بما فيهم هو في دار شعبان من الشارع معناتها اللي خشيه معناتها الحزام التيرانيه هذيك تاع دار شعبان حتى يجي البحر الجامع المجذوب معناتها كياس هذاك اللي عاديك قدام جامع مجذوب حتى لاخر النهج توا يشعل الضوء توا الكياس يشعل مش ومش كان هذاك عندي بلايص اخرين اللي معناتها ما انتبهتش البلايص تاعهم وين بالضبط اما هذا هو كضوء معناتها توا تمشي توا تلقاه يشعل فهمني في دار شعبان علاش يشعل في النهار وشكون متحمل مسؤوليته كضوء يشعل هذاك النهار يا اخي هذيك مش خساره للزاد وخساره معناتها طاقه قاعده ماشيه في النهار علاش؟ سؤال مهم برشا رومارك مهمه برشا. ساعه في الليل تبقى تبقى نهج على طول وطافي قال شنو يقتصد اخي تقتصد في الليل باش تطفي الضوء وبالنهار يشعل مش معقول زاد الضوء يشعل بالنهار ويطفيوه في الليل واضح مش ديما عقد فما بلايص يقولوا يطفيوا الضوء على اساس باش يقتصدوا وقت اللي هو فما برشا بلايص في النهار تقعد تشعل واضح سي صاحبي واضح. عمرك شوف الحكايه ذي كيفاش ها معايا سيد احمد تو يجاوب على التساؤلات هذوما الكل شكون يخلص الضوء هذاك وشكون اللي مسؤول على التطفئه تشعل نتاعه وين راه يتحمل مسؤوليته كيفاش يشعل في النهار مهمه برشا الملاحظه. شكرا ليك سي صاحبي وتحيه ليك تحيه للتاكسي تاكسيستي الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. شكرا لكم انتم على تفاعلكم. ما نجموش ناخذوا تليفونات الكل برشا تليفونات جاونا على موضوع الزيادات. نرجع لك لهنا سيد احمد ونبدا بالرومارك الاخرانيه الحكايه سي صاحبي اللي هو قال فما شوارع هو تاكسيست فما شوارع تاو موجوده في نابل شوارع هذوما قاعد يشعل فيهم الضوء شكون المتسبب فيهم وهل انه المواطن قاعد يخلص فيهم والا لا؟ تفضل سيدي. قل المواطن سي رضا من سي صاحبي من نابل سي صاحبي وسي رضا احنا بالنسبه لشبكات التنوير العمومي هي التصرف نتاعها صيانتها وتعهدها يتم من طرف البلديات إذا كان داخل مناطق البلدية ومن طرف الإدارة الجهوية التجهيز بنابل إذا كانت تكون طرق مرقمة. بالنسبة للحال اللي حكي عليها هو الطريق الحزامية هي عند الإدارة الجهوية التجهيز بنابل وإحنا في كل مرة عندما جينا الملاحظة كانوا ضوء يشعل في النهار نتصلوا بالمؤسسات هذه يقولوا لنا راهم قاعدين يصلحوا في قداش المرة نقول لهم تعملوا ترونسوناج وقت ما يصلحوا معناها إذا كان عندهم شي عطب على خطر نحب ولا نكره ثم بعض شبكات التنوير العمومي يقع مالوروزمون ثم ناس يسرقوا الكوابل
كي فيها منحاس يقصوهم معناها دونك ثم بلايص يتقص عليها الضوء ثم هم وقت اللي يبداو باش يصلحوا ويلوجوا على الاعطاب يلزم يقول لك انا باش نشعل الضوء باش نجم نعرف العطب وين موجود. تبقى دائما احنا نحسوا فيهم الى ضروره ترونسوناج على الاقل في عوض باش تشعل كيلومتر تشعل 100 متر وتخدم عليها وتعاود تشعل 100 متر ثاني. بالنسبه خاطر ديما الملاحظه هذه تجي يا سيد احمد دائما جينا للشركه التونسيه للكهرباء والغاز الشوارع معناتها في النهجه نلقاهم ديجا يشعلوا بالضوء احنا دوبا دور 6 نتاع الصباح 7 نتاع الصباح تلقى الضوء يشعل. احنا شوف بالنسبه للتشعيل والتطفيه نتاع الضوء راه يتم بطريقه اليه. تبقى اذا كان ثم عطب ويقع اشعارنا احنا مباشره نتجه على عين المكان وفي 99.99% نلقاو دائما ثم الاعوان الفنيين سواء كان تبعين البلديه او الاداره الجهويه للتجهيز هم القاعدين يصلحوا. قلنا رانا قاعدين نصلحوا. احنا كيف جينا ريكلاماسيون قول لهم راهو الجهه المسؤوله على الصيانه سواء كان تجهيز سواء كان بلديه راهي هي اللي قاعده تصلح. تبقى نحب نطمن المواطن راهو ماهوش المواطن هو اللي يخلص فك في التنوير العمومي راهي المنشأة اللي هي منوط بعهدتها الصيانة والمتابعة سواء كان بلدية البلدية هي اللي تخلص سواء كانت الطريق مرقبة هي الإدارة الجوية والتجهيز هي اللي تخلص. حتى رو حتى المواطن زاد ما يخلصش لكن زي هذه مصلحة وطنية صحيح زي. صحيح هذا رو العتاب هذا رو قاعد يجي ديما وقاعد يتكرر وإحنا نتقلقوا كستيك واحنا ما يساعدناش على خاطر كل ما هو ضوء يشعل دائما اصبع الاتهام تتوجه لشركه توصيل الكهرباء والغاز. احنا ديما نحاولوا باش نحسوا زملائنا سواء كان في البلديات سواء كان في الاداره الجهويه للتجهيز على اساس باش يسرعوا بالاصلاح هذا باش ما نبقاوش فهالملاحظات. المواطن عنده الحق يقول لك انا نخلص فيه هذاك اهدار للطاقه احنا نتكلفوا اللي كونوا عندنا ديفيسيت معناتها عندنا معناتها النظام الطاقي نتاعه فيه اختلال في التوازن نتاعه واحنا قاعدين معناها نشعلوا في الضوء. تبقى صحيح ملاحظه جديره بالاهتمام ولا بد من العمل عليه وهذا ربما يدخل في اطار قلنا الحمله ولا التظاهره اللي باش تعملها ستيغ مع المكتب الجهوي والمنظمة الدفاع عن المستهلك في نابل كونه اونتروتر مش يقع تطرق لهالموضوع هذا واللي لابد من اخذه معناها بكل جديه وبكل أكيد معناها بكل جديه معناتها هذه ما فيش تحسيس هذه تهز التليفون وتكلم البلديه راهو الضوء يشعل احنا طفي الضوء يا ناس اخدموا طفوا الضوء. هذاك الشيء اللي قاعدين نقوموا به بالله ما معناها ملاحظه اخرى الاخ اللي متدخل من الحمامات احنا هالموضوع القديم جديد وعوان ستاج ويستهلكوا كذا احنا راهو كل عون في ستاج عنده حسه مجانية. الحصة هذيك راهي محددة بقانون نخلصوا عليها في الأداء للدولة تخلصوا عليها في المعاليم الإذاعة والتلفزة وإذا كان يفوت الحصة هذيك راهو يخلص يتقصوا مشاريع بالله عنده حصة والباقي إذا كان يقع تجاوزها تقع الفوترة كيما المواطن العادي يتقصوا على الشهرية نتاعو بالله رفع لكل الالتباس والحالات الشاذة راهي تحفظ ولا يقاس عليه. أما الأصل هو كونه كل عون عنده حصه محدده بقانون اذا كان يفوت الحصه هذيك راهي تقع الفوتره كيما اي مواطن عادي ما ثم حتى حد فوق القانون. واضح وتحيه لعوين الشركه التونسيه للكهرباء والغاز. حاب نخلي لك كلمه الختام لهنا باش اليوم المنظمه كيفاش باش تعاون منظمه الدفاع عن المستهلك كيفاش باش تعاون المواطن اليوم يقول لك كيما حكى سي رضا قال لك هذا قرار وصي معناتها صارت المصادقه عليه في قانون الماليه 2017 لكن اليوم كيفاش انه القرار هذايا والزيادات هذايا باش تاثر على قدره المقدره الشرائيه والاستهلاكيه نتاع المواطن. احنا من منطلق محافظتنا وسعينا الدؤوب للمحافظه على الماليه الاسريه والقدره الشرائيه للمواطن التونسي نقعد ديما على مواقفنا الثابته في انه هالزياده هذه على الاقل على الاقل يقع تاجيلها الى وقت لاحق. لانه معناها حتى واحنا نتفهموا راهو بالمناسبه احنا نتفهموا جدا معناها وضع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز اللي هو حتى الماليه نتاعها ايضا معناها فما اشكال ولكن ماهوش بالضروره الزياده في سعر الكهرباء والزياده في سعر الغاز هي اللي باش تحل المشكل. هناك مداخل اخرى يمكن ان توفر بها الشركه التونسيه للكهرباء والغاز مداخيل هامه وخصوصا معناها الترشيد الاستهلاك والتحكم في استهلاك المنشآت العمومية والإدارات العمومية اللي معناها استهلاك الطاقة فيها ماهوش مرشد حتى طرف حسب ملاحظاتنا ماهوش متحكم فيه ومعناها هناك خسارة كبيرة برشا
معناها قاعدة تكبد فيها المجموعة الوطنية، لأنه كي نقولوا الطاقة نقولوا مجموعة وطنية ما نقولوش شركة تونسية الكهرباء. باهي، انت حكيت على التحسيس والكوميونيكاسيون ما بين ستيغ وما بين المواطن، نلقاو الكتاب هذايا اللي موجود بعنوان اقتصد في الطاقة تبتدع عن الفاقة. دونك لهنا سألنا برشا عباد على كلمة الفاقة ما يعرفوهاش اليوم، اللغة هذه أو يمكن في العربية أصبحت مشكلة في الكوميونيكاسيون ما بين المواطن وما بين المؤسسات. علاش اخترتوا العنوان هذايا؟ هل أنه اليوم التونسي كيشد كتاب كما هذايا يقتصد في الطاقة؟ سيد أحمد، والله لغة عربية قوية برشا، اقتصد في الطاقة تبتعد عن الفاقة، هو علاش مش بالدارجة؟ هو اجتهاد ومحاولة من شركة تونسية الكهرباء والغاز، معناها ربما لتبسيط بعض المفاهيم. ربما هي اقتصد في الطاقة تبتعد عن الفاقة للضرورة الشعرية، عند الشعراء يقولوها الفاقة هو الاحتياج في الكتب هذاك الشعر. لكن ما لزمو احنا اليوم في العربية ما نطلعوش فما حاجات ما تتفهمش عند المواطن العادي البسيط. ملاحظتك في بلاصتها، ولا بد من العمل حتى اذا كان بشقة اصدار بلغة الشعب، اذا كان مش يقع ربما اصدار بعض معناها الفلاير ولا بعض معناها الحاجات اللي تحث المواطن على استهلاك الطاقه، ناخذ معي الاعتبار نستعملوا لغه مبسطه، لغه المواطن اللي يفهمها. هذا وراه فما برشا هكا، فما اللي جان الكل راهم يعرفوا يكتبوا، تكون متاكد باش يعملوا ايفينمون ويجيبوا العباد اللي تكتب تشوف كيفاش توصل المعلومه للمواطن. وشوفوا زاد اللي جان، زاد اللي تخدم في ليزابليكاسيون في التكنولوجي، تو تعاونكم برشا في نطاق السياسه الاتصاليه الجديده للشركه التونسيه للكهرباء والغاز. اعملوا كونكور باش يقع العمل على هذا الموضوع، لإحداث استراتيجية اتصالية بجامعة سواء كانت مكتوبة ولا مرئية وإلا مسموعة في هذا الميدان. وإن شاء الله نحاول باش نشاركوا أكثر عدد ممكن من الناس اللي يهمها الاختصاص هذا، لأنه الاتصال اليوم أصبح علم يدرس. أكيد. أصبح معناها وعملوا على الليجان تشوف كيفاش المعلومة وكيفاش الأفكار تجيكم. سيد أحمد شكرا لك. سيد أحمد المليتي المدير الجهوي للشركة التونسية للكهرباء والغاز بنابل، شكرا لك. سي حلمي بن سليمان شكرا. رئيس المكتب الجهوي من منظمة الدفاع عن المستهلك بنابل. هكا حكاية الناس اليوم وفات. كانت معايا سمية في الأخراس، سليم في التنسيق النتيجي، في الأعداد هيبة، في التصوير أسامة، من قدام الميكرو كاب أف إم الكلمة ليك.